مرحبا بكم في أخبار اليوم، معكم محمد العومي مقدم البرنامج فرجة ممتعة في قناتكم كوكب الفن. نهيلة باربي تصدم متابعيها بقرار مفاجئ. في خطوة مفاجئة اتخذت ملكة جمال المغرب السابقة نويلة أقلعي المعروفة بلقب نويلة باربي قرار ارتداء الحجاب، وقامت بحذف جميع صورها من على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي. وكشفت نويلة باربي عن قرارها من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي على موقع الانستغرام، ظهرت فيه وهي ترتدي الحجاب وارفقته بتعليق جاء فيه: إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وأضافت: الحمد لله، اليوم فرحتي وراحتي لا توصف، أحمد الله ليلا ونهارا على محبته وهدايته لي. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب.